الشكل التاني هنكمل، هنشوف الشكل ده بيترسم ازاي والمعادلة دي ازاي احلها، وابدأ اطلع الشكل ده بتاعي. ماشي، اول طريقة عندي اللي هي الايه، هنرسم اول كيرف معايا اللي هو الايه، الهيرمونيك كيرف. الهيرمونيك كيرف ده هرسمه بايه، باللي هو الانتربوليتنج اللي احنا قلنا لازم يعدي على كل النقط. فاحنا هنقسمه مثلا، هناخد بس ما ايه نقطة دلوقتي نبدأ نرسم ايه، نرسم عليه. تمام، زي ما قصدنا الشكل هنا في نقطة في 1 في 0 وفي 1. ماشي، قال لك احتزياتي احداث الاحداث بتاعة الفي 0 2 و4 وبتاع الفي 1 4 و5. بيقول ان انا عشان اقدر ارسم الشكل ده لازم يبقى عندي نقطة البداية والنهاية. تمام، انا كده معايا نقطة البداية والنهاية، ولازم يبقى معايا السرعة اللي هي الفوليسيتي دي اللي هي السرعة بتاعتي. تمام، طب ماشي، ازاي بقى اهي السرعة بتاعتي هنا ازاي؟ بقولنا ان الفي زيرو هتتحرك بزيرو وتلاتة، يعني في اتجاه زيرو وتلاتة. ماشي، زيرو وتلاتة يعني هتتحرك فوق فوق كده، انما في واحد هتتحرك باربعة وزيرو، ادي اربعة كده وزيرو في ايه، في نفس الاتجاه، هتخليها ماشية كده. تخيل بقى ان دي نقطتين مرسوم ما بينهم ايه، خط مستقيم، وواحد بيشد من في زيرو لفوق وواحد بيشد من هنا. البتاع هياخد كيرف، هيقوم رايح جاي معمول كشكل كيرف، يدي شكل ايه، كيرف زي ما انت شايف كده. تمام، دي التخيل بتاعها. تمام، دي بالنسبة للهرمان الكيرف. السرعة دي بقى بتساوي ايه؟ إيه بيقول لك ان هي بتساوي جذر الفي زيرو تربيع، او مثلا في 1 تربيع زائد في 2 تربيع، يعني لا النقطة الاولى تربيع زائد النقطة التانية تربيع. ماشي، في 0 بقى في 1 على حسب ما انت ايه هترسم الشكل، فخلاها انا في 1 جذر في 1 تربيع زائد في 2 تربيع، كل ده تحت الجذر طبعا. تمام، دي تعتبر الزاويه بتاع الكيرف بتاعي. ماشي، إيه عشان الكيرف بتاعي ده عشان اعرف اطلع المعادلات منه واستخدمه بتمشي بالمعادله اللي قصدنا دهيت. ماشي، دي بتبقى الكيرف بتاعي لازم بيمر بنقط 0 و1، يعني ادي نقطه الزيرو وادي نقطه ال1 اللي هي نقطه البدايه والنهايه. في النص هنا انا هطلع نقط كتير، النقط كتير بتبقى بناء على المعادله اللي قصاد دي. دي المعادله بتاع الشكل اهو. ماشي، هلاقي المعادله فيها تي وفيها بي وفيها كيو وفيها الفي وفيها الدبليو. طيب تعال عوض بالمعادله كده بنقطه الزيرو ونقطه ال1، عوض بالزيرو. ماشي، تعال نمسك ايه عند الكيو، هنا بزيرو هيديك زيرو لان زيرو في كيو، زيرو في زيرو بزيرو. الفي عوض بقى كده بزيرو، زيرو زائد زيرو زائد زيرو. تمام، في رقم هيدينا زيرو برضه، بس لو جينا عند البي تعالى عندها هتبص هتلاقي فيه ايه، 0 ناقص 0 زائد 1 زائد بي، اداك بي، يبقى بي دي نقطة البداية فعلا، وفعلا عندي بي دي نقطة البداية، يبقى كده 0 بيديك نقطة البداية. طب ال 1 لازم يديك النهاية ازاي؟ ادي 1 يعني 2 ناقص 3 زائد 1، 2 ناقص 3 بايه؟ بسالب 1، بواحد بزيرو، يبقى البي كده ده راح. ماشي، ادي هنا سالب 2، احنا قلنا التي ب1، ادي سالب 2 زائد 3 بكام؟ إيه سالب 2، تمام، سالب 2 زائد 3 هيديني كام؟ هيديني 1، ادي ايه؟ الكيو بتاعي. طيب الفي تعال عوض عنها ب1، هتبقى 1 ناقص 2 زائد 1 ب0. طيب الدبليو تعال عوض عنها ب1، 1 ناقص 1 ب0، يبقى دي ب0 وده ب0، يبقى اداني الكيو، فعلا الكيو هي نقطة البداية، يبقى البي عند التي ب0 وايه؟ وكده والتيب 1. طب ايه انا بعوض بقى في المعادله دي ازاي لو عايز اجيب النقط ايه التانيه؟ هنفرض بقى عندنا ان التي بالقيم اللي قصاد دي، اول مره هفرض انها بايه؟ بزيرو ونص وايه؟ و1. تمام؟ ادي الشكل بتاعها، ادي النقطه وادي النقطه، ادي الزيرو و1 عرفت النقطه بتاعتي، النص اكيد هيديني شكل كده كده اللي هو زي ما هي في كسره كده. ليه؟ لانه النقطه. طب لو خليتهم ايه؟ ثلاث نقط بالربع مثلا هتديني هنا، النص اداني هنا، ال 75 اداني هنا، الواحد اداني هنا، بقى في نعومه شويه عن الاول. تمام؟ ماشي، كل ما النقط تزيد كل ما البتاع هيبقى ايه؟ الكيرف بتاعي هيبقى ليه؟ ليه سموث. ماشي؟ كده انا فهمت يعني ايه تي ويعني ايه الار بتاعتي والمعادله اللي بعوض فيها هنا. كويس، طيب احنا قلنا السرعه. تمام؟ عشان بقى نتاكد ان المعادله بتاعتي دي بتحقق فعلا الكيرف لازم نعوض بالتيب 0 تديك نقطه البدايه، تعوض بالتيب 1 هتديك نقطه الايه، النهايه. طب انا بقى لو عايز اجيب بقى النقط، لو هو بقى مثلا معايا الحاجه عايز اجيب نقطه البي والكيو والفي والدبليو،
بجيبهم بقى ازاي؟ هنعرف دلوقتي بايه؟ ان احنا هنعوض عن عشان اجيب الاكس بتاعتها بتاعت النقط، النقط طبعا اي نقطه لها اكس، وعشان اعوض بالاكس عشان اجيب الاكس بتاعتي هعوض بالاكس بتاعت ايه؟ البي والكيو والدبليو والفي، ماشي؟ وكذلك لو عايز اجيب الايه؟ الواي. مش فاهم؟ هتفهم دلوقتي، ماشي؟ انا معاه معادله، انا معاه معادله ومعاه النقط بتاعتي هي زي ما احنا قلنا، احنا مش عايزين نجيب النقط، صحيح؟ احنا عايزين يعني نرسم التي الشكل بتاعها، نقطة التي فين بالظبط؟ احنا هنا وهنا قلنا نص وربع وكده، بناء على اساس ان احنا بس بنرسم، انما لو عايزها على طريق المعادلة هو بيبقى مديني السرعة زي ما قلنا، وبيديني البداية والنهاية وايه والكلام ده كله. انا عندي نقطة اهي ونقطة اهي ونقطة اهي ونقطة اهي، انا عايز ارسم، مش نقط، دول مش نقط، دول اللي احنا قلنا متجهات، اللي هي متجهات السرعة، انما الكيو والبي دول النقط بتاعتي. عايز ارسم، عايز اجيب التي اللي هترسم لي المعادلات دي. طب انا هروح هنا هعوض عن التي بزيرو الاول، هنعوض عن التي بايه؟ بزيرو، ماشي؟ طبعا التي هعوض عنها ايه؟ هعتبرها زيرو وزيرو، اول نقطة زيرو وزيرو، التي هروح اعوض عنها هتديني كده كده، عارف انها هتديني البي، والكيو عشان تيجي هعوض عنها بايه؟ بواحد وواحد. طيب انا لو عندي التي بنص، ماشي؟ ايه عاوز سيبك من التي اللي زيرو زيرو دي، انا لو عندي التي بنص ايه هعوض بقيمه البي والفي والكيو والدبل، هعوض بالقيم دي بالاكس بتاعتهم مره، هطلع قيمه اكس، الناتج بتاعه يبقى بايه؟ النقطه بتاعتي ايه فيها قيمه اكس، ولو هعوض بالواي مره هتديني ايه؟ نقطه الواو، عشان ابدا ايه يطلع له نقطه ايه بتديك ايه بتترسم على الكيرف. إيه هتفهم ازاي؟ هقول تعالى بس كده، انا عايز اخرج بس نقطة ايه اكس وواي، عايز اخرج نقطة اكس وواي دلوقتي بالنسبة للحاجات اللي معايا عندي، عايز اخرج نقطة عند التيب ايه بنص، ولنفرض ايه هنا، هنفهم هنا كده ادي التيب نص مثلا، النقطة دي هتخرج هنا. طب انا عايز اجيب النقطة دي بقى، بجيبها ازاي؟ بجيبها من المعادلة، بجيبها ازاي بقى؟ تمام، هبدأ عن الاكس هديها قيمة نص، هعوض عن اي تي اقصد بنص، اي تي هعوض عنها بنص، ماشي؟ انا عايز اجيب النقطة بتاعتي بيبقى ليها اكس وايه وواي، هقوم راجع عشان اجيب الاكس بعد ما عوضت عن التي بنص، عوض عن البي الاكس بتاع البي، فين اكس البي؟ اهي بواحد، اكس الفي بزيرو، اكس الكيو بخمسه، اكس الدبليو باربعه، هروح اعوض باللي هي البي والكيو والدبليو بالكام اللي قلنا عليه كده، انا جبت ايه؟ هيطلع لي رقم ده الاكس. طيب الواي بقى عايز اعوض عنها، هقوم رايح جاي ماسك هاخد الواي هنا 4 و2 و4 و0، هعوض عنهم هنا بالقيم دي بس تجيب ايه؟ بنص زي ما هي عادي، هتديك قيمة، القيمة ديت هتبقى الواي، يبقى أنا كده خرجت نقطة عند التي بنص، التي بنص كده ايه؟ خرج معاها نقطة، دي التي بنص، هحط التي مثلا ب 75 هتديني نقطة تانية، التي بكذا بنقطة تانية وهكذا، بقعد أعوض عشان أجيب الإكس بتاع النقطة ديت، هجيب الاكس بتاع النقطة ديت لازم اعوض بالاكس بتاع البي والفي والكيو دي اللي 4 5 1 ايه 0. طب لو عايز اجيب الواي بتاعها هعوض ب 4 2 4 0 وهكذا كده، يبقى انا عرفت ايه ارسم الكيرف بتاعي. هو احنا ممكن نعمل مثال سهل ان يعني احنا ايه هي مفهومة، لو مش مفهومة بقول انا نبقى نحل المثال ده بالعمل، لو حد لو محدش فاهم الجزئية دي يعني، ماشي؟ لا كل الفكرة بجيب بس الاكس والواي بتاع الحاجة عشان اجيب النقطة دي، ماشي؟ تمام. كان في هنا ويت اسمه اهوت، ده يعني هنا بيقول لك ان عندي التيب زيرو كده، ان البي بتاعتك الكوفيشن بتاعها بيبقى اعلى حاجه وبيخليه يقل لحد الزيرو، انما الفي بتبقى ايه؟ ايه؟ الكيو اقصد بتبقى ايه؟ اقل حاجه لحد ما الكيو بتزيد، لان دي حاجه معروفه اصلا ان في اول ما ببدا نقطه البدايه هي اللي بتبقى معايا، بتبقى هي اعلى حاجه عندي، لحد ما بوصل للنهايه نقطه النهايه هي اللي بتبقى اعلى حاجه، والبدايه بتبقى ممنوع معدومه يعني بزيرو، الشكل اهبل يعني كده. تمام كده، انا رسمنا في المعادله ديت، المفروض كده تكون فاهمه، لو محدش بقى فاهمها يبقى يقول.